الواقع أنه هذه النقابة نقابة المحامين لها دور كبير وأساسي في كل ثورات الوطن، ولا يجب أن يختزل دورها وأن يهمش هذا الدور الكبير الذي تطلع به نقابة المحامين على مر تاريخها. زعماء الثورات كلها خرجوا من نقابة المحامين، قادوا ثورات عظيمة في هذا البلد، وقادوا إصلاحات كبيرة في هذا البلد. لا يمكن أن تهمش نقابة المحامين ولا يختزل دورها في دور صغير، وإنما هي قائدة للثورات وقائدة للعمل الوطني الحر الكاشف للفساد والكاشف للمهاترات التي كانت تدور في هذا البلد. الحقيقة أن هذا جهد كبير من السادة المحامين، وإن كان صغيرا فعلا لكن دوره كبير وواضح، وإن شاء الله سيفعل في الفترات القادمة بشكل كبير من خلال أساتذة همش دورهم واستبعدوا عن هذا المشهد الثوري العظيم الذي نقول عنه أنها ثورة عظيمة بيضاء، وثورة قادت العالم إلى المحكات مع الفساد في كل دولهم. ونقابة المحامين بدورها الرائد والقائد في هذا المضمار دور عظيم، وسيكون إن شاء الله قائد ومنضم للثوار في مطالبهم الحرة ومطالبهم العادلة التي ستعود على الوطن بالخير والنماء إن شاء الله. كل طلبات الثوار طلبات مشروعة وطلبات قوية وطلبات لها أسس يجب أن تؤخذ في الحسبان، وتفعل هذه الطلبات ويؤخذ بها فعليا لا شكليا. وإن كان في الفترة الأخيرة أخذ على الجهات الرسمية أنها لا تفعل ولا تقوم بالدور المنوط بها، فيجب أن تكون هذه الجهات عند حسن ظن الثوار، وإلا اتخذت إجراءات غير مسبوقة. والكلمة أخيرا كلمة الشعب، وإن شاء الله سيكون للنقابة دور كبير ولا تهمش على الإطلاق. شكرا. نشأت فكرة إذاعة صوت نقابة المحامين الحرة لأجل استعادة نقابة المحامين لدورها القومي والوطني الذي حيكت ضده المؤامرات من قبل النظام السابق ومن قبل آخرين كثيرين من أعداء مهنة المحاماة. ولذلك قررنا نحن المحامين أن نستعيد وجه نقابة المحامين، أن نحاول بقدر وبإمكانيات بسيطة أن نقوم باستعمال طرق غير تقليدية لأجل استعادة دور نقابة المحامين على الصعيد القومي وعلى الصعيد الوطني، ولو بميكروفونين على شارع رمسيس وشارع عبد الخالق ثروت، حتى نستطيع أن نخرج من هذه الدائرة الجهنمية التي أريد لنقابة المحامين أن تكون فيها وأن تفقد من خلالها دورها. إحنا الآن أصبحنا شوكة في حلق كل أعداء نقابة المحامين. سوف نقيم هنا جلسات حوارية، سوف نطلق الحوار، سوف نتبنى معايير إعلامية متحررة، سوف ننتصر بإذن الله على كل من يحاول تهميش دور نقابة المحامين، سوف نصبح منبرا لمن لا صوت له، سوف ننتصر على من يريد أن يحجم الإعلام ويبعد نقابة المحامين عن الإعلام وعن دورها في وضع دستور جديد للبلاد، في رسم السياسة العامة للبلاد في تلك الظروف. وإن شاء الله في خلال الفترة القادمة سنحاول أن نطور العمل في هذه الإذاعة، وأعتقد إحنا بدأنا يوم 7/7 وتقريبا نشرت عننا بعض المواقع، ونظرا لأن ده مش على هوا مسبيرو ومش على هوا ناس كتير، فلذلك في نوع من التعتيم الإعلامي، ولكن نحن سنواجه هذه المحاولات وسنثبت لهؤلاء أن بميكروفونين صغيرين نستطيع أن نجعل العالم ونجعل
هؤلاء ينهزمون في هذه المعركة الإعلامية، نظرا لأن الإعلام أصبح هو السيف في هذا العالم الذي نعيشه في هذه الفترة. شكرا.